الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض يدعو المجلس الانتقالي للتقارب مع الحوثيين، فلنشاهد التفاصيل. وجه الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض دعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين للتقارب وتجاوز مشروع الشرعية اليمنية كونهم المسيطرين على الأرض شمالا وجنوبا. وقال البيض في تغريدة له على تويتر إن المشروع الذي تحمله الشرعية لا يحظى بقبول الممسكين بالأرض شمالا الحوثيين وجنوبا الانتقالي، مستبعدا في الوقت ذاته نجاح تنفيذ اتفاق الرياض مهما يتم تطبيل له. وأشار البيض إلى أن أي مشروع وطني واجتماعي يتطلب واقعية تقبله وحاضر شعبية تحميه وإرادة تمكنه من النجاح على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن تصريحات البيض تدل على التقارب بين قيادات الانتقالية الجنوبي وجماعات الحوثيين ودعم إيران للطرفين. يذكر أن علي سالم البيض كان يدير الحراك الجنوبي الذي انبثق منه الانتقالية الجنوبي من الضاحية الجنوبية في بيروت معقل حزب الله. ويأتي حديث البيض بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية اليمنية.